الاسرى بيحكلكم بعده مشان الله الاسرى بحاله يوسف حسن كميل. انا في داخل سجون الاحتلال صار 11 شهر اتمارس علينا بالشهرين هذول ضرب واعتداء من قبل الكيتر ومن قبل الوحدات الذي توصل الى سجون الاحتلال بالضرب الهمجي. بعد قبل شوي لما اجوا اخذونا للصفقة كانت ممارسة غير مقبولة وكان اعتداء علينا، تم توقع على اوراق غير مسبوقة ونعرف شو هي، وتم التواصل معنا بصورة همجية. شو بتحب توجه رسالة للمقاومين في غزة؟ ينطيهم ألف عافية وينصرهم والله يرحمهم برحمته كل واحد استشهد. ينطيهم ألف عافية يا شباب. رسالتك لغزة وللدمار اللي صار في داخل غزة. إن شاء الله هذا كله بتعوض بإذن ربنا. ينطيهم ألف عافية والحمد لله على كل شيء صار. الوضع كثير صعب عندنا، الظروف كثير صعبة، الله يسلمكم جميعا. سياسة الاحتلال كانت هي التجويع والتعطيش والتكسير والضرب، وكانوا دائما كل يوم يتفننوا بتنكيلنا وضربنا لآخر نفس. أنا وعطف جردات طلعونا يوم السبت حكونا بدنا نروح ورجعونا على المسكوبية وعلى عافر وعلى الدامون، وكانوا كل يوم يحكوا لنا انتم ما رح تروحوا. حكينا لهم احنا ثقتنا بالمقاومه ما رح تضغطوا علينا تفكرون انه احنا ما رح نروح. فثقتنا كانت كبيره بالمقاومه، واحنا عارفين انه برضه كمان خلفنا اسرى ورح يروحوهم كلياتهم. فحاليا احنا بنحكي بس الرحمه لشهدائنا في غزه والرحمه لشهدائنا بالقدس والضفه كمان، ما بننسى اداره حركة الأسيرة، شهداء الحركة الأسيرة وخاصة اللي استشهدوا خلال الحرب. رسالتكم للمقاومة في غزة داعمينها وإحنا وراها لآخر نفس، وكلياتنا إحنا مقاومين هون على الأرض. تمام. ليان بيت لحم. الحمد لله أنا يعني حاسة حالي إني بحلم بعد سنتين من السجن صعب صعب جدا، مريت بكل مراحل الصعوبة بسجنتي هاي، بس الحمد لله بعد صبري يعني ربنا الحمد لله فرج عني، وإن شاء الله فرج عن أولادي وعن جميع الأسرى والأسيرات، ما بظل ولا واحد بالسجن. حريتهم ارتفع الظلم عنه، لأنه الوضع من يوم الحرب الوضع سيء جدا جدا، يعني ما كيوم من عنا كل إشي، سحبوا كل إشي، أكل سجن سيء جدا، والحمد لله رب العالمين يعني ماشي حالي. اليوم لك عن 20,000 شهيد في غزة، كان أول مطلب المقاومة وطرحت موضوع الحرائق. رسالتكم يوم لغزة للمقاومة. إحنا عارفين إنه ثمن حريتنا كان غالي جدا جدا جدا، وإحنا المقاومة أحذيتهم والغبار اللي أحذيتهم تاج عروسنا كلياتنا، لأنهم اللي عملوه ما حدا عمله ولا حدا كان ناوي يعمله، لأنهم عن جد إنهم أنقذوا الأسرى على دمهم على دمار غزة، والحمد لله رب العالمين. وأنا بفتخر بهم وبفتخر إني بنت تنظيم، بفتخر بتنظيمات كلياتها طبعا وبقياداتنا كلياتها، برفع راسي بهم للسماء وبتمنى إن شاء الله إنه يتحرر وطننا ويتحرروا الأسرى والأسيرات إن شاء الله بأقرب وقت، ما بتطول هالشدة عليهم لأنه الوضع صار بالسجن. الله يسلم.